شو رايك بتعاقدات الاتحاد هذه الفتره هاي السنتين؟ هذا النادي والله العظيم في اكو عنده فد مشكله عجيبه غريبه. وهي يا اخي ما محظوظ يجوك افضل اللاعبين اللي متواجدين بعدك افضل من كريم بنزيما طفى. والله العظيم هذا النادي بالقران الكريم. كريم بنزيما جايك من ريال مدريد، تخيل بعد مين افضل لاعب بالعالم؟ مين يجي وافضل لاعب بالعالم وهداف ريال مدريد وهداف ابطال اوروبا؟ يعني شو تريده؟ هذا النادي بيفد نحس علاوي بالقران الكريم، ما تعرف شنو سر النادي هذا. من كان عنده من ما كان عنده فلوس قلنا مشاكل وما عنده فلوس، واغلب اللاعبين انا طلعت من الاتحاد تخيل دزولي اعاره الهجر، هم ما عندهم فلوس سووا. انا عقدي كذا مبلغ يعني 3% من عقد سوليمان تاري، جابوا سوليمان تاري ب 12 مليون دولار. لا والله تخيل لعبنا الاتحاد وهجر واحد ضد الثاني، حالة من الحالات ركض ورا يسولي مونتاري شطح تعور صارت عند شطح ليلية بس لا رباط طقت العضلة الخلفية. 12 مليون دولار السنة كاملة كل شهر ياخذ مليون دولار. طلع جاء كريم بنزيما اللاعبين اللي متواجدين اللي كلهم لاعبين جيدين، ما هالنادي نحس بيفد مشكلة بيفد فد موضوع معين ما أعرف زين. عكس الأندية اللي باقي كلها حتى كانوا نادي الأندية أغلبهم إنه مو ذاك النادي الكبير. لكن تجربة رونالدو مع النصر حلوة طبعاً، هاي تجربة دولة، هذا عمل دولة صحيح. يعني إحنا لحد الآن ما نعرف نجيب لاعبين محترفين، هسه لا تجيب كريستيانو ولا تجيب ميسي ولا تجيب كذا، تجيب لي محترف أبو 3000 دولار بالشهر أو بس اسمه أنت عندك لاعب محترف، جيب يا أخي استقطبوا لاعبين جيدين محترفين. ترى احنا نعاني من هذا. من اكثر نادي يجيب محترفين مميزين بالدوري؟ الشرطه هم يمكن افضل نادي يجيب. شلون دوري نجوم العراق عاجبك؟ افضل عن صعيد البنيه التحتيه، النقل التلفزيوني، الاداء افضل من السنين اللي راحت، العمل مع الناس اللي بالاتحاد، الانديه بدت